أكثر من 75 ألف نسمة هجرهم قصف النظام من مدن وبلدات المرج والقطاع الجنوبي وصولا إلى حوش الفارة وحوش الضوارة، ليتوجه القسم الأكبر منهم إلى المناطق الوسطى المكتظة بالمدنيين، منهم من نصب الخيام ومنهم من آوى نفسه وعائلته في مدرسة، أما القسم الأكبر فسكن في منازل غير مؤهلة للسكن. والله سكان المرج هربنا من بيوتنا من كثر قصف العشوائي والطيران، ولجأنا المناطق الآمنة ولجأنا بيوت لا فيها باب ولا فيها شبابيك، وخاصة هلا جينا على فصل الشتاء وعندنا أطفال صغار ولا في حطب ولا في مازوت ولا في شيء. وبعد دراسة أجراها مجلس محافظة ريف دمشق، بدأ تنفيذ مشروع لإيواء 400 عائلة، يقوم المجلس بتأمين السكن لهم من خلال ترميم المنازل المدمرة في المناطق الوسطى وتجهيزها بكافة المستلزمات كالأبواب والنوافذ وخزانات المياه ومستلزمات أخرى، الأمر الذي شجع عددا من المؤسسات أيضا كمجلس ريف دمشق الإغاثي الذي يعمل على تجهيز منازل للعائلات التي نزحت في الأسبوع المنصرم من مناطق حوش نصري وحوش الفارة. عاملين مشروع لإيواء اللاجئين، فبالبداية بنروح على المجالس المحلية مناطق المرج، هنا بحددوا لنا الأماكن، بحددوا لنا البيوت، فاشتغلنا الحمد لله بجسري، بمديرة، بسقبة، الحمد لله بين أماكن كفر بطنة، مجالس محلية تبعت منطقة المرج بحددوا لنا الأماكن ونحن عم نشتغل بالبيوت. نحن عم نخدم موضوع الصحية، خزامة، باب خارجي، باب داخلي واحد، موضوع النوافذ بالكامل. الحمد لله هذا المشروع اللي هنا حاليا عم نشتغل فيه. ويأمل أهالي المرج المهجرين أن تكثف الجهود من جميع المؤسسات الإغاثية والمجالس المحلية لإيوائهم وأطفالهم الذين يتحملون حر الصيف، ولكن ربما لن يتحملون برد الشتاء القارص وأمراضه على حد وصفهم. مع تهجير النظام لمئات العائلات من القطاع الجنوبي ومناطق المرج ولجوئهم إلى المناطق الوسطى المكتظة بالمدنيين، عدم توفر المنازل لهم دفع بعض المؤسسات الإغاثية لإطلاق مشاريع لترميم المنازل لإيوائهم. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق.